تركيا معادلة التحالفات السياسية الصعبة. أحزاب سياسية تتفق على طاولة واحدة. المزاج السياسي في البلاد يولد مناخا نادرا لنظرية التحالفات. الإيديولوجيا تغيب نسبيا وسط ترقب لنتائج المعادلة السياسية الجديدة. منذ استقلالها ورسم حدودها على يد مؤسسها الأول كمال أتاتورك، ولدت أحزاب سياسية في تركيا ناضلت من أجل الوصول إلى الحكم وتقديم مشروع جديد للبلاد. نشأت الأحزاب وصبغت بأشياء كثيرة، فأحزاب قيل بأنها إسلامية وأخرى علمانية، وجاءت أخرى من بعيد تقول أنا محافظة ولا علاقة لي بهذا أو ذاك. مناخ تركيا السياسي ولد التنافس لسنوات طويلة، لكن قواعده بقيت ثابتة، فنادراً ما كانت تلتقي الأحزاب ذات التوجه العلماني مع تلك التي تحمل هواً إسلامياً أو قل محافظاً. لكن اليوم في تركيا الحديثة، إن صح التعبير، يتولد مناخ جديد للتحالفات السياسية التي اتفقت على ضرورة التغيير، فيلتقي العلماني بالإسلامي بالقومي ويقدمون مشروعاً يقولون إنه بديل عن المشروع الحالي وأفضل منه. ثمة من يرى بالأمر ديمقراطية تركية رائعة، فالديمقراطية التركية أفرزت ما وصلت إليه الأمور، والكل يطرح معادلة جديدة نتيجتها غير واضحة المعالم. فما شكل التحالفات في العصر الحديث؟ وهل ستكون هذه نظرية سياسية جديدة تقدم للشارع وقادرة على إقناعه؟ سنبحث في حلقة اليوم مؤشرات المزاج السياسي في تركيا، لكن الآن نتابع تقرير طارق دعاس ثم نبدأ النقاش. ما كان لتركيا الحديثة أن تدخل عامها المئة دون حدث تاريخي يضاف إلى سجلها الفائض بالمفارقات السياسية، ولعل أكثرها دهشة إن صح التعبير، هو انتخابات المستقبل القريب التي جمعت المفرق ووحدت أحزابا ما كان للتحليلات والتنبؤات أن تستشرف اصطفافا سياسيا كهذا، لفظ كل العوائق الإيديولوجية والدينية وحتى التاريخية منها في محاولة لإطفاء شعلة الحزب الحاكم المتقدة لأكثر من 20 عاما. ما تشهده ساحة السياسة التركية المقبلة على انتخابات أقل ما توصف بالمصيرية هو مشهد استثنائي غاب لعقود عن خريطة الشرق الأوسط، لكنه موجود في صفحات تركيا المئة التي سجلت انقلابات عسكرية هي الأشهر دولياً، كان للعسكر فيها اليد العليا في إدارة البلاد، ودونت نجاحات الأحزاب المحافظة في انتزاع الحكم من يد العلمانية ولو لفترات محدودة قبل وصول العدالة والتنمية. وفي النظر إلى التاريخ السياسي التركي الحديث، تمهر بنود في صفحاته مفادها أن كبرى الأحزاب المختلفة إيديولوجيا تتفق على ما لم تكن تتوافق عليه طوال أعوام 100 مضت. أمام خارطة التحالفات السياسية الجديدة في تركيا تفرض معادلة جديدة نتائجها وأس الحل فيها مجهول تحدده صناديق الاقتراع، فلم يعتد الشارع في تركيا أن يرى المتناقضات على طاولة واحدة للوصول إلى الكرسي. ثمة من يقول إن ذلك لم يحدث لولا التنازلات التي غيرت من مبادئ بعض الأحزاب، لا سيما تلك العلمانية منها. وهنا يقترب استحقاق الرئاسة وينظر إلى التاريخ القريب على أنه حل للمشكلات، في إشارة إلى التحالفات التي تنسج والتي لم تكن لتكون لولا تعديل دستوري مرر في عام 2021. فما شكل تركيا في عامها الأول بعد القرن؟ حول هذا الملف معي في الاستوديو الدكتور سمير صالحة، أستاذ في العلوم السياسية
ومعي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، ومعي الدكتور برهان كوروغلو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة مرمرة مباشرة من اسطنبول. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع دكتور سمير. دكتور سمير، يعني توصف هذه الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ تركيا الحديث. إذا عدنا إلى الوراء 100 عام منذ 1923 تأسيس الجمهورية والحزب الواحد حزب الشعب الجمهوري، حتى اليوم هذه التعددية الحزبية التي تشهدها التحالفات الجديدة، كيف أنتج وكيف أفرز هذا الواقع الجديد؟ صحيح، مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني أتفق معك، انتخابات تركيا هذه المرة تختلف عن الانتخابات السابقة لأكثر من سبب، لن أدخل في التفاصيل إطلاقا، لكن النقطة التي تشيرين إليها موضوع الأحزاب السياسية، موضوع بنية هذه الأحزاب، تاريخها ربما، والانتقال اليوم إلى مشهد جديد بالنسبة للأحزاب، نظام التحالفات إذا جاز التعبير، كلها تؤكد نعم أن هذه التجربة مهمة بالنسبة للداخل التركي وبالنسبة لدول المنطقة كنموذج فعلا يستحق الرصد والمتابعة عن قرب. النقطة التي أشرت إليها أيضا في غاية الأهمية، نظام الحزب الواحد 1923، ولادة الجمهورية التركية الحديثة حتى العام 1945، حزب الشعب الجمهوري لوحده في الحكم. التعددية الحزبية ربما أيضا في 1945 لم تكن تعددية تفتح الطريق أمام دخول الكثير من الأحزاب على الخط. الهدف كان 1945 هو تمرير رسائل إلى الخارج أكثر من تمرير رسائل إلى الداخل. وقتها انتهت الحرب العالمية الثانية، وبدأنا في تركيا نقاشات حول شكل التحالفات. الولايات المتحدة الأمريكية خيار أساسي كان بالنسبة للأتراك، والولايات المتحدة الأمريكية ضغطت باتجاه دخول الناتو، فتح الطريق أمام التعددية الحزبية. وعندها رأينا حزب الديمقراطي يظهر إلى العلن، وبدأت الآن مسار جديد بالنسبة لتركيا. الحزب الديمقراطي، الحزب الشعب الجمهوري، مواجهات حتى بدأت العام 1950 حتى العام 1960 في تركيا أول انقلاب عسكري مهم، أول انقلاب عسكري يطيح بالأحزاب ويفتح الطريق أمام المؤسسة العسكرية ليدخل على الخط. دخلت على الخط حظر الأحزاب السياسية، دستور تركي جديد أراده العسكر، وبعد ذلك نقاشات جديدة في الداخل التركي بالشق السياسي والشق الحزبي. لن أطيل إطلاقا، بعد فترة زمنية قصيرة عدنا إلى المسار الديمقراطي لكن تحت غطاء الدستور العسكر. دستور العسكر وتواجد العسكر في قلب المشهد السياسي. 1980 أذهب إلى استنتاج، قبل 1980 إذا شئتي كان في 1970 أيضا تحذير من قبل المؤسسة العسكرية للمؤسسة السياسية مرة أخرى. يعني أنا لماذا دخلت في هذا النقاش؟ لأقول لك باختصار أنه نعم مسار التجربة الحزبية في تركيا مهمة للغاية، لكن هذه التجربة واكبها دائما عامل الانقلابات العسكرية ودخول المؤسسة العسكرية على الخط، فرضت نفسها على الدستور، بناء دستور جديد 1980، انقلاب عسكري، دستور أيضا جديد مع كنعان أفران، وكنعان أفران قائد الانقلاب رئيس الجمهورية التركية. الآن أيضا باختصار لن أطيل، هل المواطن التركي تأثر بالانتخابات العسكرية؟ نعم. هل مسار الأحزاب السياسية إلى فترة زمنية طويلة كان تحت تأثير وارتدادات هذه الانقلابات؟ نعم أخرى. الأهم من كل ذلك أنه أنا نعرف تماما أنه بعد الانقلاب 1980 ذهب الناخب التركي ليقترع على دستور 1982، دستور تحت ظل المؤسسة العسكرية. نسبة الدعم لهذا الدستور الجديد 90%. الآن هذه أيضا معضلة أخرى، أنه تنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين الأحزاب السياسية وبين المواطن التركي. إذن هذا المثلث الآن في الداخل التركي دائما في كل تحركاته كان مرتبط بمسار العمل السياسي والحزبي، بتطلع صوب المؤسسة العسكرية وتأثيرات السياسية في الداخل التركي. هذه المعادلة استمرت حتى العام
2002 عندها سنبدأ نتحدث عن حقبة جديدة وحقبة مع العدالة حزب العدالة صحيح. والتنمية صحيح. طيب ونحن نتحدث عن مسألة الانقلابات العسكرية وما نتج بعد ذلك والمجيء إلى حزب العدالة والتنمية وكل يعني هذه التطورات التي طرأت على المشهد السياسي التركي سيد محمود، يعني هل يمكن أن نقول بأن ذلك ناجم عن أنه ثمة تجربة ديمقراطية ناضجة في تركيا، أم أنه من الباكر جدا الحديث عن تجربة ديمقراطية باكرة، خصوصا وأن الانقلاب أو محاولة الانقلاب الأخيرة كانت في عام 2016؟ بداية مساء الخير، يعني أنا أعتقد أنه التجربة الديمقراطية في تركيا وصلت إلى مستويات ناضجة، يمكن أن نتحدث أو نصفها بأنها ناضجة، والدليل على ذلك أنه بعد التحولات التي بدأت يعني في عام 2002 عندما عمليا تكرست التجربة الديمقراطية في ظل حكومة أو حكم حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الديمقراطية لا تزال قائمة وقادرة على إعادة إنتاج السلطة، وإن لم نكن نشهد يعني أن عملية إعادة الإنتاج تفرز شكل جديد من السلطة، لكن عموما يعني حكم 20 عام من العدالة والتنمية كان قائم على صناديق الاقتراع، شرعيته كانت منبثقة بشكل أساسي من صناديق الاقتراع. طبعا محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016 يعني كشفت في جانب أنه لا يزال هناك رغبة من قبل المؤسسة العسكرية أو بعض الطيارات داخل المؤسسة العسكرية بعودة إعادة الوصاية على السلطة السياسية في تركيا، لكن تقديري الزخم الذي اكتسبته محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016 يعود بشكل أساسي إلى المشروع تنظيم فتح الله جولن الذي حاول أن يستغل المؤسسة العسكرية من أجل الإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان. لكن عموما الآن لا أعتقد أنه حتى يعني خلال محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016 بدأ أنه التيار داخل المؤسسة العسكرية الذي يميل إلى ولديه رغبة في إعادة الوصاية هو تيار ضعيف جدا. كانت يعني الفشل محاولة الانقلاب العسكري بشكل ذريع كانت إشارة على أنه عقلية الوصاية إعادة الوصاية العسكرية على المؤسسة السياسية في تركيا هي ضعيفة جدا للغاية. لذلك أنا أعتقد أن التجربة الديمقراطية في تركيا هي تجربة قوية مقارنة طبعا بالديمقراطيات المحيطة فيها، لا يمكن أن نقول بأن هذه الديمقراطية وصلت إلى مصاف الديمقراطيات الغربية، لكن نحن نتحدث عن ديمقراطية وليدة، لا يمكن يعني إذا ما أردنا أن نحكم بشكل فعلي على قوة أو التجربة الحقيقية للديمقراطية التركية يمكن أن تقتصر بين فترة عقدين من الزمن بشكل أساسي. إذا ما يعني هناك من يلجأ عادة إلى المقارنة بين الديمقراطية التركية والديمقراطيات الغربية للإشارة إلى ضعف الديمقراطية التركية، أعتقد أن مجرد المقاربة هو خاطئ إلى حد كبير، لأنه العمر الديمقراطيات الغربية أطول بشكل كبير من عمر الديمقراطية التركية. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أهمية تكريس التعدديات الحزبية، رغم أنه تركيا مضى على نشوء الجمهورية الحديثة ما يعني قرن من الزمان، حتى الآن لا نزال نشهد صراع هويات بين مختلف الهويات في تركيا، وإن اختلف شكل هذا الصراع، هوية العلمانية، الهوية المحافظة، الهوية القومية، الهوية الكردية، وكل يعني هذه الهوية هذا الصراع. يمكن من يسمعنا أن يقول بأن هذا الصراع اليوم وكأنه بدأ يعني متلاشيا في التحالفات الجديدة إبان الانتخابات، يعني شاهدنا طاولة الست أو التحالف السداسي، ربما يقول البعض بأنه تحالف سباعي كذلك بعد إعلان حزب الشعب الديمقراطي دعمه، يعني ثمة تحالفات بعيدة جدا عن الإيديولوجية. يعني هو الصورة التي أعطتها التحالفات الحزبية حقيقة أعطت صورة ربما إيجابية بشكل كبير عن مدى نضج التجربة السياسية، لكن أعتقد أن هذه الصورة ربما تكون مشوهة في بعض الجوانب، بمعنى آخر أنه هذا الشكل وهذا النموذج الذي تحاول أو الذي بدأ في جبهة التحالف المعارضة على وجه التحديد، نرى حزب الشعب الجمهوري حزب علماني، حزب الجيد حزب قومي، حزب الشعوب الديمقراطي الذي يدعم التحالف حزب كردي، السعادة والديمقراطية والتقدم والمستقبل أحزاب محافظة، وكأنه يعني تجاوزت تركيا مرحلة الصراع بين الهويات. لكن أنا تقديري أنه
الدافع الأساسي الذي دفع إلى تشكيل هذا التحالف هو دافع المصلحة الانتخابية في هزيمة الرئيس رجب طيب إردوغان. لا يمكن في الحقيقة أن نقول بأن هذا التحالف يعكس بأن تركيا تجاوزت مرحلة الصراع بين الهويات الأيديولوجية. لا يزال هذا الصراع أعتقد بأنه هو عامل أساسي في تشكيل الحالة السياسية التركية. ربما بعد الانتخابات يكون الوضع أسوأ فيما يتعلق بهذا الأمر، سواء استطاعت المعارضة أن تفوز في الانتخابات أو خسرت. طيب. أنا أعتقد بأن هناك يعني تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان هذا التحالف المعارض سيصمد، لأنه بسبب بسيط الهدف الأساسي الذي جمع هذا التحالف هو الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. إذا ما تحقق هذا الهدف لم يعد هناك هدف حقيقي يجمع هذا التحالف، وبالتالي سنشهد بتقديري عودة لما يمكن أن نصفه بصراع الهويات بين مختلف التوجهات الأيديولوجية الحزبية. دكتور برهان أرحب بك مجددا، يعني برأيك ما هو المؤشر الذي يمكن أن نعتمد ونحن نتحدث عن التجربة الديمقراطية في تركيا؟ مسألة التعددية الحزبية، مسألة انحسار دور الجيش، تأثير الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة كذلك على الحياة السياسية في تركيا، كيف يمكن يعني أن نضع محددا لهذه التجربة في تركيا؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين في قناة سوريا. طبعا بالنسبة للموضوع الديمقراطية وكذلك يعني وضع الأحزاب والمسار الديمقراطية عملية معقدة في تركيا، أعتقد هذا من طبيعة الديمقراطية، لأنها طبعا أولا يجب أن تعتمد على مثلا إقبال من يعني مجموعة كبيرة من الشعب، ويجب أن يكون هناك توازن بين يعني توجهات الأيديولوجية في المنطقة في هذه الدولة. لذلك هناك طبعا مصالح أحزاب السياسية غالبا يعني يطمعون إلى مصالح لتابعيها، ولكن في الوقت نفسه طبعا هناك بعض القيم العليا مثل يعني الديمقراطية، حقوق الإنسان، أو مثلا تعددية من هذا القبيل. إذن يعني تقريبا كل أحزاب أصلا من خلال سياساتهم او من خلال يعني ايديولوجياتهم يعني ينشرون يعني ينظرون او يؤكدون موضوع حقوق الانسان، الديمقراطيه والتعدديه. يعني لا نرى هناك حزب واحد يعني يقول انه انا ارفض التعدديه او لا انظر الى الديمقراطيه، ولكن ما هي الاولويات في هذه الدوله؟ الان طبعا لما ننظر الى الوضع الراهن، طبعا اولا المعارضه هناك مثل ما قال ضيوفكم هناك أصلاً تفاوت في أيديولوجياتهم، ولكن ما يجمعهم يعني إذا ما نظر في نهاية المطاف أنه يعني اتضح بحكم حزب العدالة والتنمية التي دامت تقريباً 20 سنة. هذه مدة زمنية طويلة في تاريخ الديمقراطيات، ليس فقط حتى في تركيا، في بقية كل الدول الأوروبية. يعني أن يبقى حزب واحد من خلال يعني انتخابات نزيهة ومن خلال مسار ديمقراطي، حتى من خلال يعني محاولات الانقلاب يعني أكثر من مرة في الحكم، هذا شيء أصلا يعني يخالف تاريخ الديمقراطية التركية وتاريخ كثير من الدول الأوروبية. لذلك هذه الوضع الغريب أكيد يعني الآن يعني أكيد الكل العالم ينظر إليها. لكن دكتور برهان، يعني هذا الحزب الحاكم صحيح مر على وجوده عقدين من الزمن، لكن شهد العديد من الانشقاقات حتى بين المؤسسين، ربما لم يبقى فيه إلا الرجل الواحد الذي يعتلي سلطة اليوم، هذا بداية. وأعيد التذكير بمسألة محاولة الانقلاب السابقة في عام 2016. يعني أولا طبعا يعني أردوغان أولا هو الذي أسس الحزب وهو قائد الحزب، يعني وطبعا خلال 20 سنة أكيد يعني من الطبيعي أن يكون هناك تغير في بعض القادة، وهناك طبعا خلافات كذلك، خلافات سياسية بين الذين يعني كانوا يحكمون في الحزب، هذا الأمر طبيعي. ولكن محاولة انقلاب طبعا مهم جدا، خاصة هذه المحاولة انقلاب الفاشل طبعا، وفاشلها طبعا يعتمد على موقف أردوغان بالدرجة الأولى، وطبعا تضامن الشعب التركي بغض النظر عن كانوا حزبيين أو غير حزبيين معه، لأنه نحن
مثل ما ذكر يعني احنا اصلا مررنا بتجارب صعبه في تركيا، وكل الانقلابات العسكريه اصلا يعني تقريبا اخذ الدوله الى الوراء 10 سنوات 20 سنه. لذلك هذه التجربه يعني اصبح من خلالها اصبح هناك وعي كامل عند الشعب التركي، مثل ما قلت بغض النظر عن يعني اختلافات الحزبيه، انه لابد ان نثبت امام الـ يعني محاولات الجيش، ويجب ان يكون هناك يعني موقف موحد. ولكن هذا الموقف الموحد الذي برز امام الانقلاب العسكري لم يستمر، لانه هناك ما زال الاحزاب السياسيه عندهم توجهات، عندهم مثلا توجهات يمينيه ويساريه، وهذه طبعا تتاثر بمسار العالم، خاصه تحولات في بعد التسعين بين الشق الغربي والشرق من العالم، وبعد ذلك طبعا تحولات بعد الربيع العربي، كلها طبعا أثر على مسار الديمقراطية التركية وامتحانات. أعتقد تركيا تجاوزت هذه الامتحانات، وأصبح هناك وعي أكثر وضوحا عند الشعب التركي فيما يتعلق بالحريات والتعددية الحزبية. ولكن موضوع أعتقد طبعا النظام الحكم ضمن هذه الديمقراطية، هذا أعتقد السؤال المطروح الآن، هل هي ستكون نظام برلماني أو نظام جمهوري؟ أعتقد طيب. هذا سأتي لهذه النقطة بعد قليل. دكتور سمير، يعني ونحن نتمعن في تاريخ الحياة السياسية في تركيا، نلاحظ بأن هذه الانقلابات أو تدخل الجيش كان دائما حاضرا، ربما عندما استشعر بأن المكتسبات ستذهب، وكان منذ يعني منذ بداية التعددية الحزبية في عام 1950، وكأنه كان يحرص على يعني حفظ هذه المكتسبات، وبالتالي يلجأ إلى الانقلاب. اليوم نحن نشهد تعددية حزبية غير مسبوقة في تركيا، هل يمكن أن نقول بأن دور الجيش انكفأ تماما فعلا في المشهد التركي؟ يعني صحيح، سؤال أيضا مهم. اليوم عدد الأحزاب السياسية في تركيا 123 حزب مرخص، يشارك في الانتخابات 24 حزب كما أنا أتابع. صحيح في تعددية حزبية اليوم ناشطة، لكن المسألة بشقها المتعلق بمسار الديمقراطية في تركيا فيها أزمة ما زالت قائمة حتى الآن. صحيح أنه النموذج التركي أو الحالة التركية من الناحية السياسية الحزبية حتى الدستورية أيضا من الممكن أن تشكل، لن أقول نموذج، ولكن تشكل تجربة ناجحة بالنسبة بالمقارنة مع العديد من دول العالم. لكن حتى هذه التجربة ما زالت تعاني في الداخل من أكثر من أزمة بشقها الدستوري، بنية الدستور التركي حتى الآن. دستور 1982 هو دستور العسكر، هذا الدستور عدل 17 مرة في تركيا، ولم تنجح الأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني حتى الآن في صناعة دستور تركي جديد، لم تتفق فيما بينها على بناء إعداد دستور تركي جديد، وهذه معضلة ما زالت قائمة حتى الآن. صحيح. الأحزاب التي تأتي إلى السلطة تذهب بمنحة تعديل الدستور حسب بعض المواد التي تستطيع أن تعدلها هي بالغطاء البرلماني، ونستمر فيما نحن فيه. لذلك المعضلة الأساسية أنه نحن ما زلنا نعاني من دستور 1982 ولم نخرج بدستور جديد حتى الآن. لماذا أنا نركز على الدستور الجديد؟ لأنه تركيا عندما تقول أنها تريد أن تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، تريد أن تكون عضو كامل في هذه المجموعة، الاتحاد الأوروبي يطالبها بدستور تركي جديد عصري يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأوروبية الجديدة في الاتحاد طبعا الأوروبي. طبعا الرئيس أردوغان وعد بدستور جديد. نعم، في نقطة أيضا في غاية الأهمية، عندما نناقش أنه المسار الديمقراطي في تركيا، نعم التجربة مهمة، لكن التجربة أيضا غير الدستور وغير دخول المؤسسة العسكرية عندها مشكلة في العلاقة بين الأحزاب التركية نفسها. هذه الأحزاب لم تنجح في التوحد والاصطفاف عند الضرورة، عندما كان في أزمات في الداخل التركي لم تتوحد هذه الأحزاب باتجاه التنسيق معا لمواجهة هذه الأزمات. مثال بسيط، في العام 2000 في تركيا كان في عندنا أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية حادة، تحالف حكومي برئاسة أجويد
هذا التحالف في العام 2000 فشل في انتخاب رئيس للجمهورية في تركيا. وبعد فترة من الأزمة وصلنا إلى تفاهمات قادت إلى انتخاب أحمد نجدت سزار. الدستور التركي يقول أن الرئيس ينتخب من البرلمان. أحمد نجدت سزار رئيس المحكمة الدستورية يأتي من الخارج في إطار تفاهمات جديدة. لماذا دخلت في هذه النقطة أيضا؟ لأقول لك أن التجربة التركية مع الأسف في الكثير من المواد بقيت متعثرة وتحتاج إلى مراجعة. لذلك الفصل بين هذه المرحلة، كل هذه الحقبة وحقبة 2002 وصول العدالة والتنمية إلى السلطة والمسار الجديد من الناحية السياسية الدستورية في تركيا برأيي في غاية الأهمية. طيب المسار الجديد هو حقبة العدالة والتنمية، يعني إذا اتفقنا مع دكتور سمير صالح، دكتور سمير صالحة، هل يمكن أن نقول الآن بأن يعني أو يمكن أن نسأل ما الذي تبقى من إرث كمال أتاتورك يعني بعد هذين العقدين يعني وحكم حزب العدالة والتنمية؟ يعني في الحقيقة سؤال كبير ومهم جدا. أنا تقديري أنه تركيا حتى الآن رغم التحولات الكبيرة التي طرأت عليها، يعني من خلال التحولات والمحطات البارزة التي طرأت عليها منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923 وصولا إلى اليوم، لا تزال تحافظ على بشكل كبير على إرث المؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. لكن أنا تقديري أن هذه التحولات أدت إلى تحديث هذا الإرث بشكل مستمر. يعني على سبيل المثال، عادة ما توصف فترة حزب العدالة والتنمية وفترة الرئيس رجب طيب إردوغان بأن الرئيس أعاد الاعتبار للهوية المحافظة وقلص الهوية أو حد من الحضور الهوية العلمانية في الجمهورية التركية. أنا أختلف مع هذا التقدير لجانب أنه التجربة أو أهم ما نتج عن تجربة حزب العدالة والتنمية حقيقة هو أنه نقلت مرحلة العلاقة بين الهويتين المحافظة والعلمانية من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التعايش، وبالتالي هذا النموذج أدى إلى شكل تركيا الحديثة التي نشهدها اليوم. وبالتالي يعني نحن الآن لم نعد نتحدث عن صراع هويات بين المحافظين والعلمانيين بشكل يعني صراع الذي كان هذا قائم ساهم إلى جانب العداء مع أردوغان بتشكيل التحالف الجديد أو التحالفات الجديدة. طبعا هذا الأمر يعني الآن نشهد في جبهة المعارضة على سبيل المثال أحزاب علمانية إلى جانب أحزاب محافظة وإلى جانب أحزاب كردية، يعني حزب الشعوب الديمقراطية أيضا في تحالف الحاكم، هناك حزب العدالة والتنمية حزب محافظ، حزب الحركة القومية قومي، هناك الحزب اليسار الديمقراطي، هناك حزب هدى بارتي الحزب الكردي على سبيل المثال. وبالتالي هذا التطور في الهوية الداخلية لتركيا أعتقد هو نتاج تجربة عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية. يعني رغم أنه لأنه دائما ما يعني في الإعلام الغربي عادة ما يركز على هذه المسألة، أنا أختلف مع هذا التقدير بشكل أساسي. نعم رغم بعض المساوئ التي تنسب إلى حكم حزب العدالة والتنمية، وأعتقد أنه أحد نقاط الضعف الأساسية في مسألة إرث الرئيس رجب طيب إردوغان هو يتعلق بشكل أساسي بشكل النظام السياسي. عندما قرر الرئيس إردوغان التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي كانت هناك إشكالية كبيرة. يعني حتى عندما نجح الرئيس في تمرير التعديل الدستوري للتحول إلى النظام الرئاسي كانت نسبة المؤيدين كما تذكر دكتور ضئيلة جدا، يعني ونسبة المعارضين 51، يعني 49% كانوا يعارضون التحول إلى النظام البرلماني النظام الرئاسي عفوا. وهذه المعارضة في الشارع هي تعكس الاستقطاب السياسي. لذلك الدكتور سمير أثار نقطة مهمة جدا، الديمقراطية التركية قوية كتجربة ديمقراطية. أهم ما يميز الديمقراطية التركية أنه جميع الأحزاب تجمع على أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لإعادة إنتاج السلطة، رغم أنه تختلف في شكل النظم السياسية في هذه الديمقراطية التركية. وأعتقد أنه هو نتاج مهم جدا للتجربة التي قدمتها الديمقراطية التركية. لكن يعني لكن بالنهاية ونحن نتحدث عن ديمقراطية مثمرة ومهمة ومفيدة للشارع وللمجتمع، يجب ألا تؤدي هذه الديمقراطية بالنهاية إلى استعصاء سياسي، وهو ما يتخوف منه كثير من المراقبين الذين يعني يشككون حتى بالبرنامج السياسي المقبل للمعارضة. يعني هم يتفقون فقط على مسألة العداء لأردوغان وعلى مسألة العودة إلى النظام البرلماني، لكن ما هو المشروع الاقتصادي، المشروع السياسي، العلاقة مع الخارج، كلها تشوبها أسئلة كثيرة بالنسبة للمعارضة تقصد. نعم بالطبع سؤال مهم جدا. تركيا
عانت بشكل كبير مع الحكومات الائتلافية غير المستقرة. أحد الأزمات يعني أسباب الأزمات العديدة التي شهدتها تركيا سواء السياسية أو الاقتصادية كانت ناجمة عن عدم استقرار في السلطة. وبالمناسبة يعني المبرر الشرعي الوحيد الذي يستند عليه الرئيس رجب طيب إردوغان في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي هو تجنب مواجهة عدم الاستقرار في السلطة، لأنه تاريخ تركيا مع تجارب الحكومات الائتلافية غير مشجعة. بطبيعة الحال مشروع المعارضة الآن بإلغاء النظام الرئاسي وإنشاء نظام برلماني معزز، وهي أصلا قائمة على تشكيل تحالف من مجموعة من الأحزاب ذات التوجهات الأيديولوجية المختلفة، طبعا يعني يثير الكثير من الشكوك المشروع أعتقد حول كيف يمكن لهذه المعارضة أن تدير تركيا وأن تحدث استقرار سياسي في تركيا. طيب. أنا تقديري أن هذه أيضا يعني أحد نقاط القوة ربما في المشروع الانتخابي للرئيس رجب طيب إردوغان، لأنه عادة ما يحرص في الخطاب الانتخابي على التأكيد على مسألة أنه هو الوحيد القادر على صنع الاستقرار السياسي. عمليا نعم أعتقد بأنه رغم أنه المعارضة استطاعت أن تقدم أداء قوي غير مسبوق في تاريخ الحالة السياسية التركية حقيقة، وهذا يحسب بشكل كبير لكمال كليجدار أوغلو الذي نجح في جمع كل هذه الأحزاب خلفه، لكن علينا لا ننسى مسألة مهمة جدا، أنه ما يوحد هذه الأحزاب هو هدف مؤقت، هو هدف آني، هو الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. السؤال الكبير هو ماذا بعد 14 مايو في حال حسمت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، أو في 28 مايو في حال انتقلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية؟ ماذا لو وصلت المعارضة إلى السلطة؟ ما هي رؤية المعارضة الفعلية إلى السلطة؟ كي نكون منصفين بعض الشيء، يعني كان هناك وثيقة للسياسات المشتركة للتحالف المعارضة التركية، أعتقد أنه هذه الوثيقة لم تقدم استراتيجية عملية واضحة لكيفية إدارة البلاد يمكن أن تقنع الناخب التركي المتخوف على مستقبل الاستقرار السياسي في تركيا. أنا تقديري أنه يعني خلاصة القول، لا تزال التجربة الديمقراطية التركية تجربة قوية، تجربة فعالة ومهمة وناجحة، واستطاعت تركيا أن تتجاوز كثير من الأزمات في العقود الماضية بفضل الديمقراطية التركية. لولا لم يكن هناك ديمقراطية في تركيا ربما لشاهدنا تجربة مماثلة أو وليدة نفس اللحظة التاريخية مثل التجربة الديمقراطية في ألمانيا مثلا. يعني لا أريد أن ألجأ إلى هذه المقارنات صراحة، لأنه تعرفين الحالة السياسية التركية عندما تتحدث عن التجربة الديمقراطية في تركيا أنت تقارنها في الوسط المحيط في المنطقة طبعًا العربية طبعًا المحاذية طبعًا 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 التي لم تحظى بنفس يعني هذه التجربة. لكن إذا نظرنا أبعد قليلا إلى ألمانيا مثلا، النظام السياسي في ألمانيا هو ولد نفس اللحظة التاريخية التي تأسست فيها الجمهورية التركية. يعني نعم بالطبع، لكن هناك مسألة أساسية جدا، هو أنه الحالة السياسية التركية المعقدة والمتداخلة، وجود تركيا في منطقة محيطة بالأزمات، العامل المسألة الكردية، كل هذه العوامل يعني أدت إلى صناعة حالة أو ديمقراطية تركية مختلفة بعض الشيء عن الديمقراطيات الغربية على وجه التحديد. لكن أنا تقديري تركيا تبقى شرق أوسطية، لا يمكن إسقاط تجارب ديمقراطية غربية، وهذا يرجع منه إلى الثقافة السياسية، الثقافة الاجتماعية، الثقافة الدينية أيضا تلعب دور مهم في هذه المسألة. لذلك أعتقد أنه من أجل أن نتوصل إلى خلاصة يمكن أن تعطي تقييم موضوعي للديمقراطية التركية، لا يمكن إسقاط التجارب الديمقراطيات الغربية عليها بشكل أساسي. طيب دكتور برهان، يعني التعددية الحزبية ربما تكون أبرز نتائج حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. لم نشهد هذا العدد الكبير من الأحزاب التي تطرح اليوم أو التي تطرح مشاريعها على الناخب التركي. ما المكسب الذي حققته لتجربة تركيا السياسية هذه الأحزاب المتعددة؟ هي مكسب أم مثلبة؟ أولا طبعا يعني التحالفات ليست يعني بشكل مبدئي خاطئة، قد يكون هناك تحالفات بين الأحزاب الذين يرون عندهم رؤية موحدة أو متقاربة على الأقل، وأحيانا يكون حتى إذا كانوا يرون مصلحة مشتركة يمكن أن تتفق يعني أحزاب التي يعني تتباين في نظرتها، مثل اتفاق بين حزب الجمهوري وحزب الرفاح في حزب الرفاح وحزب الحركة القومية مثلا، كان عدة تحالفات موجودة.
المهم مثل ما يعني ذكر هنا خاصة ما هي الهدف من لكن الهدف؟ عفوا يعني وأنت تذكر هذه النقطة، يعني التحالف الذي بدأ بين حزب الرفاه بوصفه يعني حزبا محافظا أو إسلاميا وبين الحزب القومي في ذلك الوقت، هو كان يعني وليد مجابهة الحزب الواحد، حزب الشعب الجمهوري الذي كان في تلك الحقبة، وينظر لهذين الحزبين بأنهما أحزاب محافظة، لكن اليوم ثمة يعني فسيفساء إن صح التعبير في المشهد السياسي تتعدى يعني هذا المثال. حتى إذا ما رجعنا ما قبل، يعني كان هناك تحالف بين حزب السلامة وحزب أجاويد في يعني قبل ذلك في 1974، يعني ولكن مثلا ما الذي حدث؟ هم اتفق على مثلا عملية قبرص في تلك الفترة، لأنه كان كل الطرفين عندهم موقف وطني، بينما الآن طبعا هناك فعلا يعني خلافات عميقة جدا بين الأحزاب. ولكن مشكلة أخرى كمان، هناك مثلا أحزاب عندهم يعني شعبية كثيرة كبيرة مثل حزب الجمهوري، يعني بالمقارنة طبعا بالأحزاب الأخرى، بينما هناك أحزاب صغيرة يعني لا يتعدى يمكن نسبتهم أكثر من 1%، مع أنهم يعني يقولون نحن تقريبا كلمتنا سواء. هذا كذلك مفارقة غير طبيعية في الوضع الحالي في تركيا. ثانيا، نقطة مهمة جدا بهذه المناسبة، يعني ذكر نوعا ما أنه ما هو موقف مثلا الغرب، خاصة يجب أن نربط هذه الأمور بالسياسة العالمية. الآن أردوغان تميز في الفترة الأخيرة 10 سنوات الماضية أن عنده موقف مستقل من بعض المواقف الغربية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، سياسة في المنطقة، مثلا دعم الربيع العربي أو يعني دعم يعني خلينا نقول نعرات الاستقلال في العالم الثالث أمام الغرب، بينما نرى أن هذه الأحزاب الستة كلهم تقريبا متفقين مع المنظومة الغربية، يتحدثون عن أنه يجب أن يعني يجب أن نقترب من الغرب ويجب أن نتماشى مع مصالح أوروبا بشكل عام، يعني يرون أن فيها ديمقراطية فيها حقوق الإنسان، ولكن كلنا نعرف أن هناك مشاكل كبيرة حتى داخل المنظومات الغربية من إسلاموفوبيا، من الموقف من العالم الإسلامي، وكذلك موقف من اللاجئين. إذن يعني هناك أسئلة كذلك يجب أن تطرح، هل هذه يعني معارضة هل عندهم فعلا موقف يعني يرضي فئات كبيرة من الشعب التركي؟ يعني لا يمكن أن يركز فقط على قضية الاقتصاد أو قضية يعني الوضع الاقتصادي، ولكن هناك قضايا يهم تركيا، شعب التركي، استقلالية الذاتية أو السيادة، هذه الأمور يجب أن كذلك تطرح ضمن المشروع الديمقراطي، ولا يمكن نحصر موضوعنا فقط على قضايا. سأنطلق من هذه النقطة، يعني مسألة الخارج أيضا، يعني إذا لاحظنا التحولات في التجربة السياسية في تركيا هي تأثرت بالخارج بشكل كبير، يعني منذ تأسيس الجمهورية وعهد أتاتورك، القطيعة مع الماضي، القطيعة مع الإرث العثماني، موضوع التغريب الذي أثر على حتى المؤسسات يعني العسكرية والمؤسسات الحكومية، ثم بعد ذلك في عهد عصمة إنونو عندما أدرك أن اللحظة التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية تستدعي التعددية السياسية. اليوم يعني كل هذه التغيرات التي تجري في الإقليم وفي العالم كذلك، إلى أي درجة فعلا يمكن أن تؤثر على التجربة الانتخابية المقبلة، يعني بالنظر إلى تأثيراتها السابقة؟ صحيح، يعني العامل الخارجي دائما موجود صحيح. بسبب خيارات وارتباطات تركيا على المستوى الداخلي، ترجيح الميل إلى المنظومة الأوروبية الغربية أكثر، وهذا طبعا كان له الكثير من الارتدادات على شكل النظام في الداخل التركي، طريقة إعداد الدستور، بناء الأحزاب، التوجهات الخيارات السياسية في الملفات الإقليمية والدولية، وحتى على طبيعة التحالفات، حتى طبيعة التحالفات العسكرية في حلف شمال الأطلسي. لكن في جميع الأحوال
علينا أن نتفق أنه خصوصية الانتخابات 14 أيار المقبل، طالما أن تحدثتم على عن موضوع الأحزاب وموضوع التحالفات، هذه الخصوصية سيكون لها، سنتابعها ونرصدها في الداخل التركي في إطار أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى هي الأحزاب السياسية كيف سيكون شكلها بعد 14 أيار، يعني صباح 15 أيار، كيف سينظر المواطن التركي إلى الأحزاب السياسية أولا، وكيف ستنظر هي إلى نفسها؟ يعني سنرى انتقاد ومراجعة وتغيير، مفاجأة قد تحدث. نقطة ثانية أيضا سنناقشها في الداخل التركي بعد الانتخابات هي موضوع التحالفات التي تمت الآن، هل ستتم هذه التحالفات وستستمر في المرحلة المقبلة أم أنه انتهت الانتخابات كل واحد يذهب إلى منزله وتنفرط هذه الاصطفافات؟ لماذا؟ لأنه في عندها مشكلة في البقاء بهذا الشكل فيما بينها، عندها أزمة في أساس التحالف، صحيح، في المرحلة المقبلة. النقطة الثالثة التي سنناقشها بعد الانتخابات أيضا الأسماء والقيادات والأشخاص. كثير من الأشخاص بعد نتائج الانتخابات ستتعرض إلى ضغوطات كثيرة، إما أن تغادر المشهد السياسي، نرى وجوه جديدة، أو تعاني من أزمة في داخل الحزب بعد النتائج. النقطة الرابعة المهمة هي، والمهمة هنا تحتاج إلى نقاش، شكل النظام السياسي في تركيا في المرحلة المقبلة. المعارضة تقول أنها تريد أن تعود إلى النظام البرلماني، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا نعرف تماما، ربما تفوز بالانتخابات لكن العودة إلى النظام البرلماني تحتاج إلى آلية ومسار تقني من الناحية الدستورية، من ناحية الذهاب إلى استفتاء جديد، هل الشارع التركي سيدعم هذا القرار، هذه الرغبة على مستوى المعارضة؟ لذلك الآن في عندنا سيناريو أساسي هنا، أنه حزب العدالة والتنمية إذا ما بقي في السلطة في جميع الأحوال عليه أن يقوم بعملية نقد ذاتي واسعة لشكل النظام، وأين أخطأنا، ما هي النواقص، من أين جاءت هذه الانتقادات ولماذا؟ لأنه نظام الرئاسي في تركيا المعتمد لا يشبه، يعني عندنا توصيف نحن في المستوى القانوني نقول سوء جنارس، خاص بحد ذاتي لا يوجد، يعني منفرد لا يوجد له أي نموذج مشابه، يعني لا يمكن مقارنته 100% بالنظام الأمريكي أو أي نظام آخر، فيدرالي كونفيدرالي رئاسي في العالم. البنية الدستور التركي لها خصوصية أساسية، موحد، رئاسة واحدة، برلمان واحد، جيش واحد، أرض واحدة. لذلك النظام الرئاسي في المرحلة المقبلة عندما يناقش أين أخطأنا عليه أن يطرح الكثير من النقاط. نائب الرئيس مثلا، نائب الرئيس في تركيا يتم تعيينه مباشرة من قبل الرئيس، صحيح. في الولايات المتحدة الأمريكية جزء من العملية الانتخابية. يعني هذه بين النقاط الآن التي تحتاج إلى مراجعة. طيب دكتور محمود، سأنتقل معك إلى نقطة أخرى، الحالة الكردية وحضورها في المشهد السياسي التركي، ربما ذلك أيضا كان يعني بارزا جدا في حقبة حزب العدالة والتنمية، من مرحلة التصادم إلى مرحلة التعايش، إلى اليوم هو فاعل أساسي في المشهد السياسي وفي الانتخابات المقبلة. نعم. مستقبل هذه الحالة؟ طبعا يعني أنا أعتقد أنه الحالة السياسية الكردية ربما لم يتاح لها المجال للتعبير عن نفسها في تاريخ تركيا الحديث سوى في حقبة حزب العدالة والتنمية. بعد حقبة حزب العدالة والتنمية شهدنا لأول مرة حزب كردي يدخل إلى البرلمان، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. شهدنا أيضا في عام 2013 عملية سلام تاريخية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني قبل أن تنهار بعد عامين لاعتبارات عديدة. أعتقد أنه أحد الأسباب الأساسية، وربما يوافقني الدكتور في هذه المسألة، هي مسألة صعود المشروع الانفصالي الكردي في سوريا بين عام 2014 و15، ربما أدت إلى إعادة تأجيج النزعة الانفصالية لحزب العمال الكردستاني، وأثارت اعتقاد لدي بأنه يستطيع أن يحقق أهدافه من دون أن يواصل عملية السلام مع
الدولة التركية. اليوم طبعا الحالة السياسية الكردية مؤثرة جدا بشكل أساسي في هذا المشهد الانتخابي، واضح أن المعارضة تراهن على حزب الشعوب الديمقراطي من أجل الفوز في هذه الانتخابات. لكن بعد الانتخابات طبعا سيكون بتقديري مسألة الحالة الكردية ستكون مطروحة للنقاش بشكل كبير، لسبب أساسي خصوصا إذا ما أفرزت الانتخابات تحول سياسي أدى إلى وصول المعارضة إلى السلطة، لأنه هناك يعني صفقة بين كليجدار أوغلو كمال كليجدار أوغلو وحزب الشعوب الديمقراطي، وهناك تعهدات صريحة قدمها كليجدار أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي بمسألة إعادة نقاش المسألة الكردية في البرلمان. طبعا بعد الوعود الأخرى التي قدمت لحزب الشعوب الديمقراطي على سبيل التخلي عن نظام الوصية على البلديات التي تم عزل رؤسائها منها بسبب ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، أيضا هناك تساؤل حول مستقبل الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني. ما لم يقال ولم يذكر في الصفقة بين كليجدار أوغلو وحزب الشعوب الديمقراطي هو النقاط الأكثر حساسية، لأنه إذا ما نظرنا إلى المشروع الانتخابي لحزب الشعوب الديمقراطي على سبيل المثال، أحد الأهداف الأساسية هو تحقيق الحكم الذاتي للمحلي للمناطق ذات الغالبية الكردية، وأيضا وقف العمليات العسكرية التركية في الخارج. لذلك بتقديري الحالة الكردية ستكون حاضرة بشكل كبير في النقاش السياسي التركي بعد هذه الانتخابات، لا سيما إذا ما استطاعت المعارضة أن تفوز فيها. وأعتقد بأنه يعني قد نشهد تحول كبير في إدارة تركيا للمسألة الكردية بشكل مختلف جذريا يعني خلال العقدين الماضيين. لكن باختصار أنا أريد أن أقول شيء، وأعتقد أنني يعني سأحرص على التوازن فيه بشكل أساسي. أنا تقديري أنه أكبر المكاسب التي استطاعت الحالة السياسية الكردية أن تحققها هي في زمن حزب العدالة والتنمية. لا يمكن لهذه الحالة الكردية أن تحقق أكبر المكاسب من دون في عهد المعارضة، لأنه أنا يعني باعتقادي أنه رغم التحالف أعتقد أنه التحالف القائم بين كليجدار أوغلو وحزب الشعوب الديمقراطي قائم على المصلحة الانتخابية. طيب. ولا يستطيع كمال كليجدار أوغلو أن يتجاوز الخطوط الحمراء التركية فيما يتعلق بمسألة الصراع مع حزب العمال الكردستاني. دكتور سمير، بالعودة لك يعني، وهذا السؤال الأخير أرجو أن تجاوب عليه باختصار اليوم، هل يمكن أن نقول يعني بناء على كل ما تفضلت به قبل قليل أنه ثمة تحديات كثيرة في المشهد السياسي التركي المقبل، لكن تبدو أنها أقل حدة فيما إذا فاز حزب العدالة والتنمية أو الحزب الحاكم دعني أقول؟ نعم. هل يمكن أن نقول بأن التجربة الديمقراطية في تركيا هي أكثر صونا وأمانا في حال فاز الحزب الحاكم، لأنه نحن في المقابل أمام مشروع مجهول لا نعرف نتائجه؟ تماما أتفق معك في النقطة الأخيرة، يعني بالنسبة لفوز المعارضة بالنسبة للكثيرين في الداخل التركي أيضا هي مسألة السير في المجهول، لا نعرف ما يعني تحالف صحيح طاولة سداسية، لكن الآن يدعم حزب الشعوب الديمقراطي من الخارج، كيف ستكون مسألة تقاسم توزيع الأدوار، تقاسم الحصص، تقاسم المناصب، معقدة للغاية. الآن مع حزب العدالة والتنمية وعلى ضوء عقدين من التجربة والاختبار المسألة أسهل بكثير، لكن كما قلت لك قبل قليل حزب العدالة والتنمية أيضا أمامه الكثير من التحديات. صحيح، من التحديات، ليس فقط نحن لا نتحدث عن أزمات اقتصادية معيشية أرقام تضخم غلاء وغير ذلك، نتحدث عن مراجعة جذرية في بنية النظام الرئاسي وأين واجهت هذه العقبات. أتفق تماما مع الأستاذ محمود في مسألة الحالة الكردية، موضوع الملف الكردي، يعني السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو لماذا يدعم حزب الشعوب الديمقراطي كمال كليجدار أوغلو؟ يدعمه في الرئاسة في الانتخابات الرئاسية، لكن تحالف الطاولة السداسية لم يأخذ حزب الشعوب الديمقراطية إلى هذه الطاولة، وهذا بحد ذاته يساعدنا في الإجابة على النقطة التي أشار إليها أستاذ محمود، أنه لا يمكن أطلاقا يعني التنسيق الواسع الاستراتيجي مع حزب الشعوب الديمقراطية بالنسبة للداخل التركي. دكتور سمير صالحة أستاذ في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك سيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. شكرا للوصول لدكتور برهان كرأغلو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة مرمرة، كان معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، المؤشر انتهى، إلى اللقاء.